الحرب العالمية الأولى فات العثماني على كل ضيعة بلبنان، على كل بيت، أخذ القمح، المونة، المواشي، بلش الجوع، بلشت الأمراض، قام صادر الأدوية والحكمة ليتأكد إنه هالشعب بده يموت. مدارسنا بتقلنا إنه مات 30% من الشعب، الحقيقة مات تقريباً 50%، وإذا المدارس بدها تقلنا إنه ماتوا من وراء الجارات، كأنه اليوم عم نقول إنه كل مصيبتنا من الكورونا. بده يكون عنا الجرأة اليوم، مثل ما الأرمن بيحكوا عن سيغاس بانوتيون، مثل ما السريان كلدين أشورية بيحكوا عن سيفه، نحن من نخبر أولادنا عن كفنه. كفنه يعني مجاعة بلغتنا السريانية، وبدنا ما نخاف نقول إنه إبادة، لأنه يلي بده يضل يخاف بده يضله يتجوع وينقتل.